دي حقيقة. يعني الكيله على الروح، السبيريت بتاعت الفرقه، ازاي اللعيبه استقبلوك، ازاي الجهاز الفني استقبلك؟ هل حسيت ان انتوا اسره واحده، ولا حسيت ان لسه محتاجه وقت عشان تتعودي على اللعيبه؟ لا، انا حين يعني بدات مع الفريق كان الفريق شديد الترحاب، وبداية من كل فرد قابلته. طبعا كان ماتشنا الاول كان علي ان اتعود عليهم ويتعودوا علي، وماذا علي ان افعله وكيفيه التعامل بيننا، وخاصه ان الفريق مع بعض منذ عمر، اما انا فكنت اضافه جديده لهم، وبالتالي كان يعني المطلوب مننا كلنا هو ان نضيف لفريقنا، وان يكون ذلك ايضا بروح بسعاده من خلال التمرينات ومن خلال اللعب. وعلينا ان نميز جيدا بين متى علينا ان نكون جادين، ومتى يمكننا ان نكون على راحتنا مع بعض. ويعني حتى ان كان هناك بيننا الخجل حتى الان، ولكن هي مراحل نتخطاها سويا. طب كايلا، يمكن انت اول ما جيتي النادي الاهلي، في ناس كتير بتشبه النادي الاهلي بالفرق الاوروبيه، انت شايفه كده ان النادي الاهلي يعني كبير بشكل انه يقدر يعني يبقى زي ما الناس بتقول ان هو مقارن بالانديه الاوروبيه، ولا لا؟ نعم اكيد. سبق وقلت ان هنا هذا هو عامي الاول مع الفريق، ولعبت يعني ماتشات قليله، ولكن لعب الباسكت بول في كل حته في العالم مختلف، وبالتالي لا يمكنك ان تقارن بين هذا وهذه الدول. طبعا لما لعبت في ساوث كوريا كان الماتش اسرع كثير، لكن هنا احنا بينا روح اكبر، وان كانت ماتشاتي لسه عددها معدود، ولكن اللي اقدر اقوله لك ان اللاعبين كلهم لاعبين كويسين، المجتمع ككل، الدوري في مصر حتى الان بالنسبه لي ممتاز، والتنقلات يعني انا ما تنساش ان انا لازلت يعني خطواتي معدوده، وبالتالي علي ان اعرف اكثر كيف اقدم نفسي للفريق وكيف اضيف لاخواتي في الملعب. طب خليني اسالك عن الجو او الاتموسفير في النادي الاهلي، من ناحيه ان النادي الاهلي فيه حوالي 13 لعبه تانية غير الباسكت بول، هل شايفه ده يعني كنادي الاهلي نادي كبير فيه العاب كبيره والعاب كتير، هل ده شفتيه في حته تانية؟ يعني الانديه اللي انت رحت لعبت فيها كان بيبقى باسكت بول مثلا بس او فوتبول بس، انما النادي الاهلي فيه 13 لعبه، شفت ده في اي مكان في العالم ولا لا؟ You know okay. what I ask He's talking about yes, like, we're talking about the Ahli Club is 13 games, 13 games and games very big plays, yeah. Like soccer, club, yes. handball. Do you stuff see like that this. In another place, in other clubs you played with this play, a lot of games? Did you see that in everywhere? A lot of sports. No, like, actually this is the first team. هذا هو أول فريق ألعب له ولديه كل هذه الأنواع من الرياضات في الفريق الواحد، وهو بالتالي أمر جيد جدا. وحين أتيت إلى هنا الناس كانوا بيقولوا والأهلي، وبالتالي كان الأمر يعني لمسني، يعني الناس بالأهلي بيجري في دمهم، وحين يتحدثون عن كرة القدم طبعا هي ذات الشعبية الأكبر، أما في أمريكا على سبيل المثال هي أقل، ولكن هنا الرياضة الأولى هي وإن كانت كرة القدم، إنما لمجرد أني بقول إن أنا من الأهلي بحس بقد إيه الناس بتستقبلني بحفاوة، وده طبعا بيحسسني بشرف وبسعادة كبيرة. هو أمر أكيد.